بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نقدم لكم درسا جديدا في مكون الإملاء بعنوان الهمزة المتطرفة. نهدف من وراء هذا الدرس إلى تحقيق الأهداف التالية: تعرف ممارسة الرسم الإملائي للهمزة المتطرفة، والقدرة على كتابة كلمات تتضمن الظاهرة بكيفية واضحة وسليمة. إذا نلاحظ الجدول التالي لنحاول أن نتعرف أو نستنتج القاعدة التي نتوصل من خلالها إلى كتابة الهمزة المتطرفة بشكل صحيح. نلاحظ الأمثلة أو الكلمات. لدينا كلمة بدأ، امرؤ، شاطئ، بطء، سماء. كل هذه الكلمات تنتهي بهمزة. هذه ملاحظة. الآن نعود إلى السطر الأول. بدأ، على ماذا كتبت الهمزة؟ كتبت على الألف. لماذا؟ أو ما حركة الحرف قبلها؟ حركة الحرف قبلها مفتوح. إذا نقول تكتب الهمزة المتطرفة على الألف إذا كان ما قبلها مفتوح. نلاحظ المثال الثاني. امرؤ، على ماذا كتبت الهمزة؟ كتبت على الواو. ما حركة الحرف قبلها؟ الضمة، رو. إذا تكتب الهمزة المتطرفة على الواو إذا كان ما قبلها مضموم. الآن نلاحظ المثال الثالث. شاطئ، على ماذا كتبت الهمزة؟ كتبت على الياء. ما حركة الحرف قبلها؟ هي الكسرة. طيب، شاطئ. تكتب إذا الهمزة في آخر الكلمة على الياء إذا كان ما قبلها كسرة. نلاحظ الآن مثال الرابع. بطء، على ماذا كتبت الهمزة؟ كتبت على السطر. ما حركة الحرف قبلها؟ إنه سكون حي، بطء. إذا تكتب الهمزة على السطر في آخر الكلمة إذا كان ما قبلها سكون حي. نلاحظ المثال الأخير أو المثال الخامس. على ماذا كتبت الهمزة؟ سماء. كتبت على السطر. ما حركة الحرف قبلها أو ماذا يوجد قبلها؟ هناك حرف الألف، وهذا الألف هو سكون ميت. إذا تكتب الهمزة في آخر الكلمة على السطر إذا كان ما قبلها سكون ميت. وقد نجد مثالا آخر على السكون الميت، مثلا سوء. سوء تكتب على السطر لأن ما قبلها واو، وهذا الواو هو حرف ساكن. إذا تكتب الهمزة في آخر الكلمة على السطر إذا ما كان ما قبلها سكون حي أو سكون ميت. استنتاج أو القاعدة: تكتب الهمزة المتطرفة على الحرف الذي يناسب الحركة على الحرف قبلها، أي على الألف إذا كان الحرف ما قبلها مفتوحا، وعلى الواو إذا كان الحرف ما قبلها مضموما. تكتب على الياء إذا كان الحرف ما قبلها مكسورا، وتكتب على السطر إذا كان ما قبلها ساكن مثل بطء، وإذا كان قبلها سكون ميت مثل سماء، سوء، مجيء. لدينا هنا تمرين تطبيقي. المطلوب هو كتابة الهمزة في آخر الكلمات التالية: مساء، عبء، ما فتئ، بناء، هواء، لؤلؤ، بؤبؤ، شواطئ، أساء، موانئ، امرؤ. إذن بعد إنجاز التمرين ستجدون هنا التصحيح. مساء كتبت على السطر لأن ما قبلها سكون ميت. عبء على السطر، ما قبلها سكون حي. ما فتئ كتبت على الياء لأن ما قبلها مكسور. بناء كتبت على السطر لأن ما قبلها سكون ميت. هواء نفس الشيء، سكون ميت قبلها. لؤلؤ كتبت على الواو لأن ما قبلها مضموم.
بؤبؤ نفس الشيء على الواو لأن ما قبلها مضموم. شواطئ كتبت على الياء لأن ما قبلها كسرة. أساء كتبت على السطر لأن ما قبلها سكون ميت هو الألف. موانئ كتبت على الياء لأن ما قبلها كسرة. وامرؤ كتبت على الواو لأن ما قبلها ضمة. إذن من هنا سأطلب منكم البحث عن مجموعة من الكلمات المتطرفة مع تحديد القاعدة أو لماذا كتبت على الألف أو على السطر أو على الواو. وشكرا على تتبعكم وإلى درس آخر.